السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هجيب لكم فيديو جميل جدا وهتستفيدوا منه جدا جدا جدا. النهاردة هيكون فيديو مختلف، هعرفكم مبادرة ما يغلاش عليك. في مبادرة هتبتدي ان شاء الله من يوم الاحد الموافق 26، مبادرة ما يغلاش عليك، هو خصم مش فلوس في ايدك. تفاصيل مبادرة الالف جنيه على بطاقات وزارة التموين: تضم المبادرة 4231 منتجا و 1178 تاجرا وليس لها علاقة بالسلع الغذائية. تمام. تبدأ الحكومة ممثلة في وزارة المالية ووزارة التموين يوم الأحد المقبل مبادرة رئاسية لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك لمدة 3 أشهر، وذلك لتشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك تحت اسم ما يغلاش عليك. ماذا تتيح المبادرة؟ المبادرة بتتيح أو تحدثت عنها وزارة التموين ممثلة في مساعدة الوزير وأعلنت تفاصيلها وزارة المالية، وتهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه. ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم المواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية الخاصة بوزارة التموين بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة إجمالية تتخطى 12.25% مليار جنيه. يعني كل واحد هياخد 200 جنيه على البطاقة بتاعته، مثلا بحد أقصى 5 أفراد هياخد 1000 جنيه على البطاقة. الهدف من المبادرة المساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة، بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن وتشجيع المواطن المحلي وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي. كمان المبادرة هتسهم في تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خططها بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، إلى جانب زيادة كمية السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل الاجتماعية وكذلك تعميق الشمول المالي. يعني المواطن هيستفيد إن هتتوفر له السلع اللي هو عايزها بمبالغ مخفضة وكمان بالتقسيط. كمان هنساعد، هيبقى سلاح ذو حدين، هنساعد المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خططها بالطاقة القصوى وزيادة فرص العمل، إلى جانب زيادة كمية السلع المباعة. ده كويس جدا، يا رب يرزق الجميع. إيه بقى قائمة المنتجات المشاركة في المبادرة؟ هتضم المبادرة 4231 منتجا و 1178 تاجرا، والعدد مرشح للزيادة بإذن الله، وتضم كل من الإلكترونيات، الأجهزة المنزلية، الملابس الجاهزة، منتجات الجلود والأساس، ومنتجات تشطيب المنازل والصناعات الحرفية ومنتجات أخرى. يعني عايزة أجهزة إلكترونية هتلاقي، عايزة أجهزة منزلية هتلاقي، عايزة ملابس جاهزة موجودة، منتجات جلود موجودة، أساس منزلي كمان موجود، منتجات تشطيب المنازل كمان موجودة، والصناعات الحرفية موجودة، ومنتجات أخرى كتير. يعني بصراحة هم كتر خيرهم. يعني انت محتاجة حاجة في بيتك، محتاجة أجهزة منزلية هتلاقي، محتاجة ملابس هتلاقي، محتاجة منتجات جلود هتلاقي، محتاجة أساس منزلي هتلاقي. هيوفر لك سلع كتير انت محتاجاها بمبالغ كويسة مخفضة، هتستفيدي بنسبة الخفض اللي على البطاقة بتاعتك. وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن قيمة السلع في المبادرة تصل إلى 120 مليار جنيه وتتم بمشاركة 1200 تاجر. المالية بتعلن عن التفاصيل. تمام. هنقول إن وزارة المالية إن الهدف من المبادرة هي توفير كافة احتياجات المواطن بأسعار مخفضة، وهي نوع من دعم الدولة له مهما كانت قدراته المالية أو وضعه الاجتماعي. وأضاف في تصريحاته التلفزيونية أنه أضاف إلى ذلك سيتمتع حامل البطاقة التموينية بدعم قيمته 200 جنيه للفرد بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة اللي بيها 5 أفراد، سيتم احتسابها ضمن خصم إضافي على السلع المشاركة بالمبادرة بنسبة 10%. تتمثل قائمة السلع الموجودة زي ما قلت قبل كده جميع السلع الهندسية والإلكترونية والكهربائية من الثلاجات والغسالات والبوتاجازات، وكذلك السلع المتواجدة في المنزل والملابس والمنسوجات بكافة أشكالها، الجلود ومنتجات الأساس بشكل كامل، أيضا السيراميك والبورسلين والبويات. مدة استمرار المبادرة وفقا لتصريحات مساعد وزير المالية كمرحلة أولى 3 شهور، وبعد ذلك سيتم إعادة تقييم المبادرة ومدى أثرها على الجميع. تمام.
ماذا يعني خصم 10% يا جماعة؟ يعني مثلا انت راح تشتري تلاجة ب10,000 جنيه، هيكون الخصم عليها 1,000 جنيه، وهو ده الحد الأقصى للخصم. تمام. في حالة وجود مثلا 6 أفراد على البطاقة التموينية، هل هذا يعني حصول الفرد على السلعة مجانا؟ لا بالتأكيد، ولكن لو قرر الشخص شراء سلعة مثلا ب1,000 جنيه، هياخد خصم عليها 10%، يعني هتبقى ب900 جنيه. يعني بصراحة هيوفر لنا حاجات كتير جدا. شوفي بقى احتياجات بيتك ايه وانت عايزه ايه، اكتبي كده في ورقه اللي انت عايزاه واللي انت محتاجاه. ودي بصراحه فرصه كويسه جدا جدا جدا. آلية عمل المبادره بتعتمد على التزام المصنعين والسلاسل التجاريه ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادره بخفض سعر بيع السلعه من خلال منح نسبه خصم لكافه المواطنين الراغبين في الشراء خلال فتره المبادره تبلغ في المتوسط 20%. كما تلتزم وزارة المالية بإتاحة مساهمة خصم إضافي على سعر ذات السلعة من خلال التزامها بمنح نسبة مساهمة 10% إضافية لأصحاب البطاقات فقط بشراء السلعة مخصوم منها سعرها مخصوم نسب خصم المصنعين والسلاسل التجارية وكذلك مساهمة الحكومة. مفاجأة بقى كمان إن وزارة المالية بتقول إن هيستفيد باقي المواطنين جميع المقيمين مصريين أو غير مصريين غير حاملي بطاقات السلع التموينية مما يقدم من خصومات من المصنعين والسلاسل التجارية بشراء السلعة مخصوم من سعرها خصم المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع، مضيفا أن هناك عدد من البنوك بالقطاع المصرفي وشركات التمويل ستقوم بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين في شراء السلع المشاركة بالمبادرة خلال فترة المبادرة. يعني معنى الكلام ده إن مش بس اللي معاهم بطاقة هم اللي هيستفيدوا بالكلام ده، لا، اللي معاهم بطاقة تموين وكمان اللي معاهمش بطاقات التموين. بصراحة هي مبادرة جميلة جدا، وأتمنى إن احنا كلنا نستفيد منها، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت تحاولوا تشاركوا الفيديو ده على أكبر وجه ممكن علشان يستفيد منه أكتر عدد من الناس، وإن شاء الله نتقابل في أخبار حلوة تانية بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وفضلا وليس أمرا تشاركوا المنشور علشان يوصل لأكبر عدد من الناس.